الله وبركاته. النهارده باذن الله معانا فيديو بنتكلم فيه عن المسحوق اللي احنا قدامنا شايفينه ده. المسحوق ده عليه اسئله كتير جدا حوالين ان هو ايه، هو اسمه، مكوناته، خواصه واستخدامه. النهارده باذن الله هنتعرف على شويه من استخدامات النشادر. المسحوق اللي معانا ده هو مسحوق النشادر، زي ما احنا شايفينه كده شبه الملح او السكر قوي، لكن اهم ميزه بتميزه ان ريحته نفاذه جدا، قويه جدا، وعلشان كده اكتر او يعني اشهر استخدام ليه هو استخدامه في الافاقه. يعني لو لقينا حد مغمى عليه او حاجه بنقرب منه شويه من النشادر، فريحته قويه جدا، بتوصل للمخ بسرعه، بتنبه الاعصاب، وبتفوق ان شاء الله الشخص المصاب. كمان النشادر في فتره الاعياد بنسمع اسمه كتير جدا، لانه بيدخل في تصنيع البسكوت او انواع البسكوت اللي بنعملها في العيد، فبيدخل فيها النشادر كماده رافعه بدل البيكنج باودر والبيكنج صودا. النشادر دي خاصيه رفعه جدا في الخبيز. فالنشادر في بعض الدول بنقول عليه، اللي بيقولوا عليه الامونيا، وفي مصر بيقولوا عليه النشادر، لكن هنلاقيه، ممكن نلاقيه عند العطار، وممكن نلاقيه في السوبر ماركت مع البيكنج باودر والحاجات دي، وممكن ان احنا نجيبه من الصيدليه، واحيانا بيكون شكله سائل. نخلي بالنا ان هو خطر جدا ان احنا نبلعه كده دفعه واحده او ناخده دفعه واحده. طبعا حتى منه في البسكوت نسبه صغيره جدا، بنستخدمه في التنظيف، في تنظيف الحاجات المصديه، بنستخدمه في تنظيف الادوات المنزليه زي البوتاجاز والثلاجه والحاجات دي، بيساعد جدا في التنظيف. كمان لو انا رشيت منه شويه مثلا في الاماكن اللي بتجيلي فيها قطط ضاله او حاجات مش يعني مش عايزاها تقرب من البيت، رش النشادر بيفيد جدا، كمان بيبعد الحشرات عن البيت. استخداماته كتيرة ومتعددة، حبينا نلفت النظر ليه ونعرف هو يعني هو ايه وبيجي منين. ربنا ينفعنا وينفعكم بالفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.